خلص الأسئلة هتبقى. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا معلش احنا اتاخرنا عليكم. معاكم دكتور مي سمير استشاري عمليه الجلديه والتجميل والليزر. اتاخرنا عليكم شويه بس هنقعد نجاوب معاكم ونقول لكم كل اللي انتم عايزينه ونعمل كل حاجه انتم عايزينها النهارده. احنا طالعين النهارده على البيج بتاعت بيونيكي هنتكلم بقى على شويه حاجات وانا كنت حابه ان انتم تتفرجوا على الحاجات كمان كلها فعشان كده قلت لهم خلوها تبقى معانا. ازيك يا دكتور مي؟ ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. منورانا النهارده. احنا هنتكلم النهارده طبعا عن مشكله تهم ستات كتير جدا في مصر وهي مشكله جفاف البشره واسبابها وتحدياتها. وطبعا عند حضرتك اكيد احدث الحلول واحدث عليها ايه؟ احدث الاساليب العلاج في العيادات الجلديه المختلفه لعلاج البشره الجافه. بصي، البشره الجافه من اكثر الحاجات اللي بيبقى فيها مشاكل كتير. ليه؟ لان هي بيبقى عندها كذا، بيبقى عندها مشكله ان هي بتبقى خايفه ان هي بيحصل علامات السن بتبدا تبان، اوريدي بيبدا فيه الجفاف البشره نفسه بيبدا يخلي شكل الوش مجهد، بيخلي الوش يبقى شكله مش ظريف، بيخلي ايدها نفسها الست ايدها تعجز بدري، الوش يعجز بدري. فمن دي من مشكله حاجات كتير جدا ومش سهل اللي هي تتحل، لان في ناس بنقول لهم مثلا حلوها ان تشربوا ميه بالكفايه. احنا في شهر رمضان الناس ما بتلحقش تشرب ميه، ما بتلحقش تعمل اي حاجه، ما بتاخدش السوائل وما بتاخدش كميه الميه المناسبه لبشرتها، او ما بتاكلش الغذاء المظبوط. فدايما بقول لهم بليز سبورت بالكريم، سواء بشرتك او سواء وشك او بشرتك ان جنرال. هو قبل ما اعمل السبورت بالكريم، هو انا ازاي اعرف ان بشرتي جافه؟ هو البشره عشان اقدر احددها، احنا دايما عاده عندنا ثلاث انواع للبشره. البشره عباره عن بشره دهنيه، بشره مختلطه، بشره جافه. والبشره الحساسه دي انا بدركها مع تحت الثلاثه دول كلهم. البشره الدهنيه حد بيطلع منه حب شباب كتير، بيبقى عندها رسام واسعه، عندها اوريدي بلاك هيدز كتير. البشره المختلطه عاده في النص بتبقى كده الحبوب والبلاك هيدز، وفي الجناب بتبقى جافه. البشره الجافه هي جافه ما بتنفع. لما تحط تقول لك انا بحط الكريم عليها اكني ما حسيتش باي كريم، بحط مثلا اي مرطبات ما بحسش، ايفن جسمها دايما برضه بيبقى جاف. اب تو ان في ناس بتوصل معاهم ان هم بيبدا يحصل لهم زي اتشنج او هارش جامد، بيبدا يعمل لهم زي تعويض في جسمهم وبيبداوا يدخلوا في اكزيما. تمام، رجوعا لكلام حضرتك يا دكتوره مي ان لازم البشره الجافه يتم ترطيبها جيد جدا وبشكل يومي. طب يا ترى في فعلا كريمات طبيه في الاسواق؟ ويا ترى ايه افضل الانواع اللي اصحاب البشره الجافه نقدر ان احنا ننصحهم بيها؟ بصي، دايما بنقول بليز استخدموا انواع طبيه، بلاش الانواع اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، او ايفن بعض الصيدليات بيبقوا موفرين كريمات مش طبيه. ليه؟ لان ما تودينيش النتيجه المهمه. دايما بشبه الجلد بتاعنا كلنا عباره عن زي لو حاجة بسيطة جدا عشان يبقى سهلة للناس، طوب واسمنت. الطوب ده الخلايا بتاعتنا، الاسمنت دي حاجة اسمها سيراميد. السيراميد دي مادة موجودة بين الخلايا مع بعضها بتبدأ هي تديني الاستيستي الجلد. لو احنا بنتكلم في انواع كتير موجودة، بس احنا النهاردة بنتكلم وعاملين فوكس على بيونيكي. من الحاجات اللي انا بحبها جدا البيونيكي بروكزيا لايبوجل. ليه؟ لان هو بيدي اموليانت جامده جدا، ومش عنده بس السيراميد، هم عندهم كمان زيت الجوجوبا، وعندهم فيتامين اي والشيا باتر. فهي اوريدي الحاجات دي كلها بتبدا تعمل زي موشرايزنج جامده جدا، بتزود الاليستيستي بتاعت الجسم، وبلس ان احنا ممكن نستخدم الشاور جل قبلها كمان، فده بيدي سبورت اكتر. من الحاجات دي المهمه جدا اللي احنا لازم نهتم بالموضوع ده. ومثلا لو مثلا حد بيتعاني من البشره الجافه، اقول لها ايه؟ اهتمي دايما تاخدي شاور، لازم تحطي الكريم بعد الشاور. طب انا باخد شاور افري داي، حطي الكريم افري داي. تمام، يعني هي هتستخدم اي واحد في دول بقى للفيس وللهاند؟ الفيس ده ينفع للفيس بس، يونيكي دي هاف واحد اوريدي سبيسيفيك للفيس. بس اللايف جل لو هي اوريدي عندها جفاف في بشرتها كلها، اقول لها جيبي واحد، يبقى هتجيبي ده. والله لو هي عندها بشرتها بس الفيس، هقول انتنسيف فيس. لايبو جل ممكن تقدر تستخدمه في الويندوز. ينفع كمان لليد يا فندم، للايدين، للجسم كله، اي حته. في ناس اوريدي بيبقى عندهم، الناس لما مثلا تبداي تقول لك ايه، لا اصل انا لسه ما لحقتش احط الكريم، وتكون لسه حاطه الكريم، الابيض اللي بيبقى موجود في الجسم ده عباره عن جفاف.
اوكي لازم ترطيب. لازم ترطيب والترطيب كل يوم. مش انا مثلا سي انا بتوضى 5 مرات في اليوم، انا باخد شاور اون ديلي بيز، انا بعمل حاجات. رمضان كمان احنا بنحتاج ان احنا للاسف بنعرض ايدينا لادوات منزليه لاستخدامات في رمضان. خلاص بقينا في كورونا زمن الكورونا. كورونا كمان علشان a lot of patients عندهم اكزيما ايديها ممكن تنزل دم. او فالموضوع البروكزيا لايف جن من الحاجات الفيري فيري يعني من الحاجات الفيري امبورتنت في العلاج دوت. ليه؟ لان هي فيها نسبه السيرومايد عاليه جدا، نسبه الفيتامينز والزيوت اللي فيها مرطبه مش هتوصلنا لمرحله التقطيع، لان مرحله التقطيع دي بتبقى فيري بينفول سواء رجاله او ستات. طبعا. طيب بما اننا يا دكتور مي داخلين على الصيف، طبعا فصل الصيف معروف فيه ارتفاع درجات الحراره، التعرض الاكثر لاشعه الشمس، بنطلع فيه كمان لاماكن زي شواطئ بحر حمامات سباحه لينا ولوالدنا، فبالتالي احنا في اشد الحاجه ان احنا نقدر نستخدم واقي للشمس، سان سكرين يكون طبي. عايزه افهم بقى من حضرتك يا ترى السان سكرين ده لازم يكون فيه يو في اي ويو في بي بس، ولا لازم يكون يو في اي ويو في بي واي ار، وايه موضوع الاي ار لان ناس كتيره مش عارفاه، والحاجه الثانيه ازاي اقدر انتقي السان سكرين؟ يعني السان سكرين دلوقتي هل فعلا بقى حسب نوع البشره ولا ممكن اختار اي سان سكرين وخلاص وطبي ولا لا؟ بصي انا دايما من الناس اللي بقول السان سكرين صيف شتاء ملوش اي علاقه اللي انا بس بستخدم اللي هو سواء شتاء ولا صيف. وانس ان انا بستخدم عليه وشي وعايزه احافظ على وشي، وشي ما يبداش يعجز ولا يبدا يبان عليه السن ولا يبدا يحصل لي بيجمنتيشن، يبقى ده معناها لازم استخدم سان سكرين صيف شتاء. اللي انا لازم استخدمه حاجه ميديكال، لازم استخدمه حاجه ميديكال. ولازم استخدمه ازاي؟ اتس نوت ا كيميكال بيز ولا فيزيكال بيز، اتس ا ميديكال بيز. لما ميديكال بيز لو كيميكال يبقى هي مش طبي، الفيزيكال بيبقى اوريدي جزء بيبقى منه طبي مع شويه حاجات ثانيه. الالترا فايولت عباره عن ايه؟ لازم يبقى السان سكرين بيحمي الالترا فايولت اي، الترا فايولت بي، الاي ار اللي هو الراديويشنز الموجوده. ليه؟ لان بس دلوقتي احنا اشعه الموبايل البلو راديويشن مثلا اللي بتطلع من الموبايل دي بتعتبر، انا ناس مثلا تجي تقول لي انا ما طلعتش الشمس، انا بقعد في البيت على طول، بصحى متاخر، طب بتعملي ايه؟ انا طول الليل ماسكه الموبايل. يعني ده معناه ان انا طول ما انا قدام التلفزيون على اللابتوب اي حاجه سمارت اللي هي الحاجات السمارت. طبعا انا لو بيشنت موبايل كده لازم احط سان سكرين. لو بيشنت بتشتغل تقول لها بتشتغلي قد ايه؟ تقول لي 7-8 ساعات على الموبايل على اللابتوب، لازم تحط سان سكرين لان الراديشن اللي طالعه من اللابتوب، الراديشن اللي طالعه من الموبايل دي كلها بتبقى راديشن فيري فيري سترونج، فلازم احط لها سان سكرين. اقدر احدده، لازم احدده في السان سكرين للبشره الدهنيه والبشره الجافه او البشره المختلطه. البشره الدهنيه ينفع احط له بتاع الجافه؟ هينشفها جدا وهيضايقها ويطلع لها حبوب اكتر. طب بتاع الدهنيه ينفع احطه للجافه؟ هتقول لك انا حاسه مزيته جدا. ويدي افيبيونيكي الديفنس سان من الحاجات الظريفه جدا وموجوده فيها تو فورم، والفورم دي مش موجوده في حتت كتير خالص، بالذات الفورم اللي هي الستيكي دي بنستخدمها ليه؟ ده سؤال بقى مهم قوي دكتوره معينه، اسمع مقاطع حاجه، هل فعلا لازم احمي كمان شفايفي؟ يعني مش بس وشي، يعني الشفايف كمان ممكن يحصل لها غمقان من الشمس او تصبغات؟ طبعا، لانه لو هي مثلا حد بيبقى بيشرب سجاير او اللي هو بيتعرض لفتره طويله مش بتيجي لنا مشاكل، انا شفايفي سود زي ما انا بشوف تحت عينيا اسود، فدي من الحاجات المهمه. طب انا هحمي شفايفي ازاي؟ هحميها بالستيك لان عارف احطها، حتى لو حطيت كريم مش عارف املكه كويس. التيب اوف ذا نوز ناس كتير لو بصيتي على مثلا اطفال كتير او ناس كبار ممكن تلاقي التيب اوف ذا نوز لون وبقيت النوز لون تاني. دي معلومه بالنسبه لي انا جديده لاني، فدي عشان كده دايما بنقول الستيك لازم بنحط بيها الحته دي كويس واللبس علشان اطمن ان انا وشي كله كويس. طيب لو في ناس لما انا بلبس سان جلاسز هل لازم احط سان بلوك حوالين؟ لازم احط سان بلوك حوالين عيني عشان ما يحصلش فرق في اللون. لو السان جلاسز بتحمي من الترا فايولت اي، الالترا فايولت بي ما بتحميش من الاي ار. فده من الحاجات المهمه جدا. الديفنس سان ده من الحاجات الظريفه بقى فيه ان هو فيري لايت،
اصحاب البشره الجافه بتبقى عندهم مشكله ان هم وانس ان حطوا حاجه على بشرتهم بشرتهم اوريدي بتتشربها جدا. فلو اديتها حاجه ايمولينت قوي هتبدا تحس تعمل كده تقول لك انا ايدي بتزيد. لو حطيت لها حاجه ناشفه اذا ده وشي نشف حسيت ان الصن بلوك شقق. فعشان كده دايما بيرفضوا يحطوا الصن بلوك. فبيونيكي الديفنس صن ده مش هيبقى فيه المشكله دي. الستيك من الحاجات الفيري فيري فيري امبورتنت اللي احنا نحط على اللبس نحطه في التوب ذا نوز. اطفال لما بتيجي تجي من عند وانت مش عايزه خلاص هي شافت البحر عايزه تطلع تجي هي بتحط لها الصن بلوك وده بالنسبه لها ايه ده ده كريم بتحطه مش هي فاهمه ده الصن بلوك الاطفال بيفهم بس دوت بيبقى ايه بتعرفي تجيبي الطفل توقفيه حوالين عينيه مش خايفه تحطي الصن بلوك في عينه الكريم فبيبقى في مشكله. والظريف ان انت يو كان ستارت اي حاجه من الحاجات دي من السن حتى الصغيرين دي عايزين نشرحها للناس يعني ايه المنتجات دي فيها فيتامين اي يعني ايه فيها شيا باتر يعني ايه فيها بي جلوجين وفيها الكالسيوم يعني ايه الحاجات دي يا دكتوره. بصي انا دايما ببسطها للناس ان هي ليه دايما ايه الفرق بين صن سكرين طبي وصن سكرين حاجه ثانيه مش طبيه اي شركات موجوده ما الشركات كلها بتنزل صن سكرين. انا ليه بهتم لازم يبقى الصن بلوك حاجه طبيه سواء ايا كان الشركه بقى بيونيكي بلا 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 ايا كان في شركات كتير طبيه وكلهم بقى في ال اويلي سكان فور دراي سكان. بس مثلا انا عارفه ان انا طبيعه البشره الجافه اللي قدامي قوي ان هي محتاجه ترطيب فوق الطبيعي هروح مختاره لها حاجه مثلا فيها شيا باتر بحطيب فيها جوجوبا اويل بحطيب فيها مثلا اوريدي شويه اموليان اكتر. لا العيانه لو انا عملت لها اموليان زياده قوي هتبدا وشها يبدا ممكن يحصل له مشاكل فممكن اختار شركه ثانيه. من الناس دايما ان الناس الاطفال اللي بيكون عندهم مثلا اتوبيك ديرماتايتس اللي هي الحساسيه الناس اللي بيبقى عندهم اكزيما الناس اللي بيبقى عندهم طبيعه بشرتهم يحصل على طول الاشي اللي بيطلع على طول في مثلا في الحواجب او بيطلع في الودان او يطلع حوالين العين دايما اروح مختار لهم حاجه فيري ايموليان دي عشان نبسطها للناس لان الناس لو انا شرحت الماده الفعاله بتاعت كل حاجه هتقول لي في الاخر ده صن بلوك طبي ولا لا؟ صن بلوك طبي بس الفكره هل ينفع الناس تقدر تروح تختار كل حاجه لوحدها؟ لا. وشك دايما انا بقول زي خاتم الالماس بشبهها انا ما بقولش لا ماليش دعوه بالرجاله بس الرجاله كمان لازم يحطوا صن بلوك اكيد بس الفكره اكيد ما انا ما ينفعش انا ابقى شكلي صغير ومثلا ماي بارتنر او جوزي او خطيبي خلي بالك هي الست اللي بتشتهي الست دايما هي اللي بتشتهي روح الشمس طبعا فبعد والراجل بيحط الست اللي معاها في الشنطه ده حقيقي ده حقيقي يا دكتور هو بيحط دايما اللي معاه زوجته فالست لازم تختار وقت الشمس مناسب اختاره ازاي حتى لو اختارته عن طريق دكتور او دكتور وبعد كده اكمل انا خلاص انا حطيت الجايد لاينز الاساسيه اما اللي انا انزل الستيك روح اشتري الستيك مفيش مشكله. طب وتقولي مثلا واحده تقولي انا واحده صاحبتي حطيته فحطيته طب وبعد كده تقولي لا 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 البراند ده وحش لا يعني البراند مش وحش لازم تعرفي نوع بشرتك نوع بشرتك ايه ما هم البراند عندهم اكتر من نوع صن بلوك عندهم مثلا واحد سبيسيفيك للاطفال ومش موجود عند حد تاني عندهم اوريدي صن بلوك عامل زي الفاونديشن اللي انت بتحطيها بالقطنه وبتفرديه علشان لو مثلا انت عايزه تحطي حاجه مثلا لايك كريم الاساس بس مش كريم اساس احنا لسه ما دخلناش للميك اب يعني احنا داخلين عليه دلوقتي احنا على بس عندهم اكتر من نوع صن بلوك لازم احدد النوع اللي هيبقى مناسب لبشرتي وبعد كده ابدا اشتري انا اوتو سي بعد كده تمام. طيب انا بشرتي جافه يا دكتور وعندي مناسبه وعايزه بقى اختار كريم اساس مناسب للبشره الجافه اختار بقى كريم الاساس ده على اساس ايه؟ على اساس البراند على اساس اللون او الشيد ولا على اساس النوع اللي يناسب بشره الجافه؟ شهادتي مجروحه في موضوع الميك اب ده عشان انا من الناس اللي بتحب الميك اب الطبي جدا فانا دايما بقول انت بتحافظي على بشرتك هتكملي بايه؟ بالميك اب. الفاونديشن لما بيجي يتحط وشك ما بيتنفس فلازم احط حاجه طبيه ليه لو انا حطيت حاجه تانية بيبقى فيها مواد كيميكالز بيبقى فيها نيكل كروم حاجات كتير عشان تثبت اللون فساعتها بيحصل ايه بيبدا يحصل لي تصبغات ولو ما كمان الفاونديشن ما كانش فيه واقي شمس ولو بنسبه قليله ساعتها بيحصل مشاكل
فلازم اختار فاونديشن طبي علشان بالذات لو انا عندي فرق. وفي ناس بتحط ميك اب اون ديلي بيز فدي بيبقوا في حته ثانيه لازم يستخدموا حاجه طبيه. في ناس تقول لك لا ما انا جبت براند. البراندز الكبيره اوكي حلوه ما بنقولش مش حلوه بس مش طبيه. لو حد طبيه بمعنى ايه يا دكتور؟ ايه الفرق ما بين الكريم الاساسي الطبي والغير طبي؟ الكريم الاساسي اللي لازم ابعد عنه او بمعنى صح اللي لازم اتجنبه وما احطوش في الجزء الغير طبي. بصي واحده عندها انا دايما بقول لها انت عندك مشكله تصبغات في بشرتك، عندك مشكله حبوب في بشرتك، حطيتي اي حاجه مش طبيه هيحصل مشكله اكتر، هيطلع حبوب اكتر، هيبدا يطلع لك بلاك هيدز اكتر، هيبدا يطلع لك بشرتك هتجف اكتر. طيب لا واحده مثلا تقول لي انا عايزه اجيب حاجه براند، جيبي براند اوكي بس ما تجيش تساليني على وشي. يعني ما هو الاثنين زي في مثلا واحده ما عندهاش مشاكل في وشها بس عايزه احافظ، بس انا نفسي استخدم ده هستخدمه under observation، هستخدم الحاجات اللي مش ميديكال بس ابكون مأمنه بقى بصن بلوك ميديكال، مأمنه بغسول ميديكال، بس انا عندي مشاكل بقول بليز ابعدوا عن البراندز الثانيه طبي بس. ويعني ايه طبي؟ يعني ان انا ابقى مطمنه وهو البراند الوحيد الطبي اللي في مصر البيونيكي الميك اب. ليه؟ لان هو اوريدي ما فيهوش نيكل، ما فيهوش كروم، ما فيهوش اي مواد للاكسده، فدوت اوريدي. طب الناس هتقولي طب ما بيثبتش اللون، لا اللون بتاعه بيثبت، ما فيهوش اي مشكله في تثبيت اللون، هم معالجين الموضوع ده بالضايفين بعض التقنيات عندهم دي محدش راضي يقولها وهو دي حته عندهم في البيونيكي، الناس بس بتوع الشركه والترينرز بتوعهم هم اللي بيبقوا عارفينها، بلس ان في اوريدي ايموليانت موجوده فيتامين اي ودي حاجه قليله جدا اللي احنا نلاقي في الميك اب فيها فيتامين اي او فيتامين سي او اي فيتامينز موجوده، دي مش موجوده في الميك ابس كلها. في اوريدي كمان نسبه في الفاونديشن برضه بيبقى في اوريدي فاونديشن فيها نسبه اس بي اف 15 يعني ده تقريبا الميك اب من المفروض. بس ودي غلطه الناس بتقع فيها كتير ان تقول لك الازازه دي صغيره ما بتكفيش معايا، لا الازازه مش صغيره، الازازه عباره عن 30 مللي بحط فيها المفروض نقط وبعمل بالفرشه في اتجاه واحد ما بفضلش رايحه جايه، دي نقطه ناس كتير ما بتبقاش عارفاها وناس كتير ما بتقولهاش سواء ده او في النوت ثيوم اللي عندهم. لو حطيت في اتجاهين هيبدا يتقل وهيبدا يبقى ساعتها احس ان في الوان مش موجوده. المفروض هو في ثلاث درجات لو احنا بنتكلم، لو على اللون بتاعي انا بنتكلم انا تقريبا درجه 2 هم معاهم التستر مش راضيين يطلعوا. لا انا بس هحاول احطهم منهم بس ايه لا. طبعا احنا مش جايبين الاسترز كلها يعني عشان احنا برضه هم في الوان كتير. لو انا حطينا مثلا اللون ده هيبقى فاتح بالنسبه لي فساعتها انا عارف هيبقى غير مش عارفه هيبقى موجود باين في اللون ولا لا. هو اوريدي في التشينز الكبير هتلاقوا التستر دي موجوده بالظبط. الحاجات اللي انت برضو عشان ما تبقيش مطمنه مش مطمنه لان انا اروح اشتري حاجه صح وما تكونش جابت نتيجه، اشتري حاجه وما تكونش مثلا انا هدفع عليه ايا كان الرقم ويمين، لا الصيدلات التشينز الكبير بيبقى فيه اوريدي ستاند في كل الحاجات اللي موجوده وفي التستر بتاعت كل حاجه تقدري تجربيها عشان تعرفي انهي لون انت محتاجاه. فلا واحنا مثلا طب الناس اللي بتحط فاونديشن من غير سان بلوك؟ لا فاونديشن والسان بلوك انا دايما بقول الموضوع يعني لازم نحط الاثنين. السان بلوك هجدده كل ساعتين ثلاثة، ما ينفعش احط سان بلوك واقول هيفضل قاعد لغايه ما بالليل او بحطه مرتين في اليوم، لا السان بلوك لازم يتجدد كل ساعتين ثلاثة. درجة حرارة المطبخ بعتبرها واقي لازم يتحط واقي شمس، النور الابيض لازم بعتبره واقي شمس، تمام نور اللابتوب او الموبايل بيعتبر تمام. طيب احنا طبعا دايما بنتكلم عن الوجه، دايما بنتكلم عن الايدين، بس دايما بننسى الشفايف مع ان الشفايف دي بتبقى محرجه جدا يا دكتور مي لما بتكون الست شفايفها فيها تشققات او كراك ليبس او تبقى حاطه بقى يعني مش عارفه تحط الليبستيك عشان شفايفها جافه جدا وفيها تشققات. طبعا مع جو الحر ومع عدد الساعات الطويله للصيام وقله شرب الميه وفصل الصيف بتزيد اكتر جفاف الشفايف. ازاي نقدر نحافظ على ترطيب شفايفنا ونخلي شفايفنا مترطبه على طول وما فيهاش اي تشققات؟ وازاي كمان نختار الليبستيكس المناسبه ليها
ونفس السؤال، هل في ليبستكس طبيه وفي ليبستكس غير طبيه وايه الفرق ما بينهم؟ الليبستيك دي بقى دايما الموضوع ده الناس بتكتشفه امتى؟ في رمضان. ليه؟ لان ساعتها ما بنحطش شوش فما تكونش عارفه تعمل حاجه، فبيبدا يبان الغماء الموجود او التشققات. التشققات بيبان في وانس الشتاء ابتدى، بيبدا دوت لو حد اويدي عنده بشرته اويدي جافه، عندها مشاكل اويدي من مثلا ما بتشربش ميه كفايه، الكلام ده كله بيبدا يدخل في الجفاف. في براند طبيه طبعا، في ميك اب طبي، الميك اب الوحيد الطبي الافيلبل في مصر هو بيونيكي بايا، في انواع ثانيه بس البراند الوحيد اللي في مصر افيلبل بيونيكي. دي هاز لاب جلوس موجود كذا لون، انواع كتير كمان موجوده، هم احنا جايبين بس موجودين شكلين بس. والاوريدي كمان في بقى اليوج، في الوان كتير قوي يعني ايه حسب والوان كل الناس انت تختاروها يعني البلفت الشايني، وفي حاجات لونج لاستنج وفي حاجات مش لونج لاستنج. فبلس ان انت ممكن لما تحطي الحاجات دي بتبدا اوريدي الظريف اللي فيها ان انت بتحطي بتحسي ان انت بتحطي زبده الكاكاو. لما تستخدمي اليوج بتاعهم هتلاقي بعد شويه لما تستخدميها هتلاقي فيه زي نقطه جوه كده، ودي بقى ايه سر من اسراري اللي انا اقول لكم تعرفوا اليوج حلو ولا لا. لما هتلاقي زي دي نقطه كده بتبقى بتزود، ودي موجوده دايما في الانواع دي. تمام. دي من الناس اللي هي الفيري دراي سكن لازم يحطوا النوع دوت اكتر من لونج لاستنج. ليه؟ لان فيها نسبه فيتامين اي كبيره جدا، فيها نسبه شاي باتر جامده جدا، فيها نسبة جروب اويل جامدة جدا. دي اكتر ثلاث حاجات. الروج ان جنرال كله مفهوش ولا نيكل ولا كروم كمان. انا عايز اسأل حضرتك سؤال بقى في الجزئية دي، يعني ايه روج او ليبستيك مفهوش رصاص؟ هو الرصاص بيبقى موجود في الليبستيكس يا دكتورة؟ طبعا الرصاص بيبقى موجود في الليبستيك، موجود في الماسكرا، موجود في انواع من انواع الفاونديشن، موجود في الثلاثة دول. وده الرصاص هو احد الاسباب الرئيسية ان هو اللي بيسبب السواد سواء تحت العين او الشفايف. اوكي، يعني هو اللي بيغمق الشفايف. طبعا لو تواجد في البرودكت اللي احنا عشان كده لو واحده مثلا عندها مشكله في الشفايف يبقى ساعتها بنقول استخدمي كله حاجه طبيه. واهم حاجتين ودي اللي انا دايما بقولها واعيد وازيد فيهم، نيكل وكروم، رصاص وكروم. لازم اقول لهم مره واثنين وثلاثه، لازم اتاكد ان البراند اللي انا بستخدمه او بستخدمه خالي من الاثنين دول. بالظبط. ده كمان التحديد، في الوان كتير بقى جدا، وهتلاقي اصلا في التشينز الكبار كل دوت موجودين. ونعنين يا دكتور جربيهم كده عشان لا انا عارفه انا مجرباهم بصراحه، ما انا قلت لك انا شهادتي في الميك اب بالذات مجروحه، لان انا مثلا انا من الحاجات اللي انا بس انا عشان هم احنا بنتكلم النهارده على البشره الجافه فالنوتسيا مش جايبين مع انهم عارفين. لا هنعمل حلقه اكتر الحاجات اللي انا بحبها ده وان اوف ذا جوكر. هو فعلا ذا جوكر فعلا، ده حقيقي. ففي حاجات كتير اللي انت كل ما هو عندك مشكله، في ناس مثلا they don't afford مثلا ان هم يقدروا يجيبوا حاجات، يقول لك لا ميك اب طبي ده غالي جدا. لا على فكره عشان برضه تبقوا فاهمين البرايس وايز بالنسبه للبرودكت، لو انت بنتكلم في البراندز دي ثمنها عادي جدا بالنسبه للبراندز اللي احنا نقدر الناس تشتريها وفي نفس الوقت تحافظ. طب لو ناس عايزه تمشي از مينتنس شويه عشان كان عندها مشكله وبعد كده عايزه تعالج تقدر تعمل الموضوع ده وقت معين، انت بتقدري تعرفي امتى انا اقدر افضل ماشي اون تريتمنت وامتى ما اقدرش. في ناس بس تقول لك لا انا نفسي اجيب حاجه مثلا سي مثلا لانكوم جوتشي شانيل كريستيان ديور، جيبي بس اعرفي ما تكونيش مثلا في شهر رمضان ما بتشربيش ميه، ما بتاخديش نسبه سوائل كويسه، ما بتحافظيش على جسمك بالترطيب، طالعين في الصيف عندي مشاكل دي كلها، واقول ايه انا اجيب حاجه مش طبيه. صحيح. انت بتقدري تحددي امتى تقدري تنجو الموضوع. سؤال دايما يا دكتور الحقيقه جالنا اكتر من مره واحنا قررنا ندخله النهارده في الانترفيو ده، انه هل فعلا اهمال البشره كانت تؤدي الى ظهور علامات تقدم السن والخدود الرفيعه وتظهر السيده او الفتاه بشكل اكبر من عمرها خاصه اصحاب البشره الجافه؟ انا مش انا قلت لك احنا بنتكلم في اول حاجتين، ان البشره بتاعتك عباره عن خاتم الالماس. خاتم الالماس هتعملي فيه ايه؟ تحطيه في العلبه. خاتم الذهب بحطه على التسريحه.
الخاتم الالماس بفضل محافظه عليه وبفضل المعه كويس فما بيحصلوش حاجه. بشرتك نفس الكلام، ما حطيتيش واقي شمس، ما اهتمتيش بيها، هيبدا الخطوط هتبدا تطلع، الخطوط التعبئه هتبدا تزيد، مش هتبقى فاين لاينز، هتبقى دايناميك لاينز، هتزيد سواء هنا او هنا او سواء في الخدود نفسها، تدي سن اكبر من السن، يحصل تصبغات. التصبغات عند وقت معين ممكن ما اقدرش اوديها، يعني حتى لو وديتها ما هو الملازمة مثلا او الكلف بيبقى ليه زي طبقات، في حاجة ديرمال سب ديرمال ايبيديرمال ديرمال او سب ديرمال، او الديرمال دي الفيري دي. طب لو هي ايبيديرمال بتتعالج، سب ديرمال البتوين الديرم الايبيديرمس والديرمس بتتعالج. طب لو ديرمال تيك فيري لونج تايم، تاخد وقت طويل جدا على ما تاخد نتيجه. ليه؟ لان هي خدت وقت طويل لغايه ما عملنا حصلت التصبغات دي. تمام. ما اهتمتش بواقي الشمس، قالت لك ايه؟ هبستخدمه بعدين. اصحاب البشره الجافه عندهم المشكله ان اوريدي بيطلع عندهم الخطوط بتزيد لان بشرتهم جافه، يبدا يحصل تشققات، التشققات دي بتبدا تفقد الالاستيستي بتاعه الجسم وبتاعه الوش بتاعه الايدين. تلاقي مثلا ست وشها ضعيفه مهتميه بيها وعامله فيلر وبوتوكس وعامله كل حاجه بس سايبه ايديها. صحيح. الست الباي بتعرفها عمرها من ايديها ومن رقبتها، حاجتين لازم تبقى. يعني احنا الرقبه دي على فكره نسيناها تماما، الرقبه لازم تصيب. كل الحاجات اللي انت بتستخدميها، لو انا برطب اون دايلي بيس مثلا او بشرتي جافه جدا، يبقى برطب رقبتي يوم او يوم لا. ليه؟ لان جلد الرقبه رفيع قوي، لو نزلت الحاجات عليه اون دايلي بيس ممكن تلتهب. سواء بقى ترطيب، سواء حاجه للتقشيف، فلازم بتعامل مع جلد الرقبه لان ممكن تبقى لابسه سلسله عنايه شديده فتحتك بيها فتبدا تجرحها، فلازم اتعامل مع الرقبه بعنايه شديده. واختار كمان المنتج اللي يناسب المنطقه الفيري سنسيتيف. احنا برضو الموضوع اصلا انا بقول لها، تقولي اطلع مثلا تتكلمي على اي كريم مرطب، ما بنستخدمش ليه حاجات طبيه، جلدك وبشرتك وشعرك من الحاجات اللي انت لازم تحافظي عليها، لو ما حافظتيش عليها انت هتضيعيها، اللي هيرجع زي ما كان، ما فيش حاجه بتيجي. صحيح صحيح. طيب السؤال اللي معانا الاخير قبل ما ناخد الاسئله بتاعت الفولورز، جلد الوسع، جلد الوز ده جالنا عليه اكتر من سؤال واكتر من طلب ان هم عايزين يعرفوا طبعا الجوز سكين او جلد الوز ده ايه اسباب ظهور جلد الوز ده، ايه احدث العلاجات برضو اللي بقت متوفره دلوقتي في العيادات الجلديه المتخصصه، وهل في كمان علاج مكمل مع اللي بيتعمل في العيادات الجلديه، هل في كريمات او في اي حاجه بتساعد البروسيس اللي بتحصل في العيادات الجلديه المتخصصه؟ يا ريت حضرتك تشرحي. جلد الوزه ده حاجه، يعني انا اول ما سمعتها كانت دي مشكله الناس كلها ومشكله الستات كلها. ليه؟ لان هو بيطلع زي التهاب في منبت كل شعرايه، بتبدا يحصل فيها التهاب، فبيحصل ايه بعد كده؟ بتبدا تسيب علامات وبتبدا تحس لما تحط ايدها كده جلدها ناشف جدا، فدي مشكلته. حله الوحيد الليزر اللي هي الريموفر اللي احنا ازاله الشعر. طب ايه اللي هيبقى سبورت معانا التحبيبه بقى اللي موجوده؟ لازم استخدم كريم، الكريم مثلا زي البروكزير كريتوف من الحاجات المهمه جدا استخدمها. انا الليزر موت الشعرايه فخلاص مش هتطلع لي بالتهاب تاني، بس اللي طلع وحصل الهايبر كريتوزيس اللي حصلت بسبب الجلد الوزه اللي بقت موجوده. يعني ايه هايبر كريتوزيس؟ يعني الشعرايه طلعت وعملت التهاب فبدات تعمل طبقات خلايا زياده عن الطبيعي مش المفروض، فلما احط ايدي كده احس ان ايدي ناشفه. حلها ايه؟ حلها الليزر. الليزر بيحط بيعمل حاجه معينه، بيموت الشعرايه وبيبدا يوقف الالتهابات اللي بتحصل. طيب اللي انا نعم الموضوع ده ان انا لازم استخدم الكريم ده، ودايما بقول بستخدمه اتليست مرتين في الاسبوع، مرتين في اليوم سوري. ليه مرتين في اليوم؟ علشان يبدا يعني الحاجات اللي اتكونت في سنين ابدا اوديها فتزق معايا جلسات الليزر. دايما بنقول الفول بادي بنتكلم مثلا من 6 ل 8 جلسات، في ناس ممكن توصل ل 10 جلسات. طيب لو وصلنا للموضوع دوت من غير ما احط الاموليانت او مثلا بروكزير كريتوف هيحصل ايه؟ هيحصل اوريدي جلدي هيفضل خشن، الشعر راح، ما بقاش اولموست عندي جوزي سكيب بس جلدي خشن. ليه؟ لان لسه بواقي الهايبر كريتوزيس، الطبقات الجلد اللي موجوده مش هتروح غير بالكريم، الليزر مش هيوديها.
لو بقى في تصبغات يا نطلع حته تانية عندكم لاين كامل على التصبغات ده هنقعد نتكلم فيه ان شاء الله. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور مي سمير طبعا على المعلومات القيمه جدا اللي قدمتيها بيها النهارده. احنا بس فاضل معانا 10 دقائق هنعرض فيهم اسئله الفولورز لحضرتك عشان الرد عليها. طبعا انا الاسئله اللي جات لنا اصلا وقت الانونسمنت كانت يعني مجموعه اسئله هحاول اخد منها جزء وهاخد جزء من اللي عندي على اللايف. بشرتي يا دكتور بتبقى جافه جدا في الشتاء رغم انها دهنيه. البشره الدهنيه برضه من البشرات اللي هي اوريدي بيبقى عندها مشاكل لانها بتجف. اه طبعا بتجف بس لازم بستخدم حاجه اوريدي مناسبه للبشره الدهنيه، بستخدم كريمات للبشره الدهنيه. هو عندهم برضه لاين كامل بتاع الاكتين بتاع البشره الدهنيه برضه. ايه انا مش هحرق الحاجات كلها، انا هفضل ايه حاجه حاجه بعملها، هنقول بس ان هو في مرتب لغايه ما نطلع نتكلم على حاجات البشره الدهنيه. تمام. طبعا في سؤال حضرتك كنت جاوبتي عليه قبل كده، ازاي اعرف نوع بشرتي جافه ولا مختلطه وهل العلاج ينفع للاثنين؟ لا الجافه والمختلطه ما ينجوش مع بعض، المختلطه دايما بنخليها تبقى قريبه للدهنيه. ليه؟ لان عاده المختلطه بيبقى اوريدي عندها بلاك هيدز، عندها شويه حبوب بس مش كتيه، عندها الحته دي بتبقى مدهنه. لو العكس وعندها شويه حبوب ساعتها نقلبها، بس عاده المختلطه بتبقى دهنيه. تمام. بشرب ميه كتير لكن دايما بحتاج كريم مرطب في الصيف والشتاء، مفيش فرق بين الصيف والشتاء في جفاف البشره، وعايزه اعرف ليه دايما لازم كريم لازم يكون صعب في الحر مع الخروج، يعني بتحس ان الكريم بيلزق معاها عشان هي ما اختارتش كريم مناسب لبشرتها. يعني ده طب بتستخدم لازم بتستخدمه بتشرب ميه كتير قد ايه؟ ما هو المفروض ان انا اشرب ميه اتليست بنسبه 3 لتر 3.5 لتر. والاوتبوت بتاعي قد ايه؟ الميه اللي انا بفرزها من جسمي قد ايه؟ في ناس من الناس اللي بتعيق جدا فلازم تشرب ميه اكتر عشان تعوضها. بحس ان بشرتي جافه يا دكتور لكن بحتاج ترطيب، هل في اختبار واضح لنوع البشره الجافه بيتعمل في العيادات التخصصيه؟ يعني الحاجه مثلا الوحيده اللي احنا بنقدر نحدد بيها انواع البشره كمان بتساعدنا جهاز الاوبزرف اللي احنا بنقدر نعمل اناليسز لطبقات السكن، انه هو بياخد والسكس ديفرنت بيكتشر والسكس ديفرنت لايف، بس اللي احنا نقدر هي تحدد او باختبار معين لا هو الجهاز الاوبزرف بس. تمام. دكتور من فضلك عندي نمش في بشرتي ولون بشرتي مش موحد واغمق من جسمي، انا منتقبه وفي الصيف بشرتي بتكون كلها بقع وغامقه جدا، هل في حل؟ عشان هي بتعتبر النقاب اكنها واقي من الشمس، النقاب يعتبر معامله زي صهد المطبخ بالظبط. ليه؟ لان النقاب اسود بيمتص اشعه الشمس فبيزود النمش وبيزود التصبغات بيزود كل الحاجات دي. انا بقى في سؤال تاني جالنا مهم قوي هنتكلم فيه ده عشان الكورونا. انا بعاني من جفاف شديد في بشرتي وبتقشر، في حل للتقشير مع جفاف البشره؟ ما هي جفاف البشره بتوصل لمرحله من كتر ما هي جافه جدا بتوصل لمرحله اللي هي تقشر، الخطوه اللي بعدها بتبدا تتعور بقى التعويل اللي انا بقول لحضرتك عليه. فلازم طبعا تيطبها وتيطبها بشكل دوري. دكتور انا من ساعه الكورونا وانا بس بلبس الماسك في احيانا بستخدم ماسك طبيه واحيانا الماسك اللي هي اللي طالعين موضه، والمنطقه بقى اللي هي حوالين الشفايف والفم كلها بقت جافه جدا وبقى فيها بقع. ده معناها ان هي ما بتحطش واقي شمس، معناها ما بتستخدمش المرطب المناسب لبشرتها. ليه؟ لان هي اوريدي وهتلاقيها بتستخدم ماسكات غامقه، لو عندها استعداد للتصبغات فبدات الماسكات دي اوريدي بتمتص اشعه الشمس، هي حاميه الحته اللي بره ومش حاميه الحته اللي تحت. او لما بتجدد واقي الشمس بتجدد فوق ما بتجددش واقي الشمس اللي تحت. طب هل مثلا يمكن ده برضه سبب الخامات بتاعت الماسكات دي مثلا ممكن تبقى محتاجه مثلا تحط يعني حاجه تبقى واقي شمس لما احطه انا هيحميني؟ ما انا برضه خليني برضه انا دايما بقول خليني من الستات الواقعيه، لما مثلا لما هقول لها ما تستخدميش وما تلبسيش اي حاجه غير طبيه هتقول لك ما نيس يلبس حاجه، اكيد احمي بشرتك بحاجه، حطي كريم واقي شمس وكريم يبقى طبي هيبقى طبقته كويسه وهيبقى حامي لبشرتك، ايفن لو هي الماسك فيه مشكله تمام. مش هيأثر لبشرتك. تمام. في روتين للبشره الجافه يا دكتور اقدر ان انا امشي عليه؟ اه طبعا استخدم الغسول بتاع البشره الجافه، احنا قلنا بيروزيه يا جل، وممكن استخدم بقى حسب لو بستخدم لجسمي لايك جل او بستخدم الويش مثلا وبستخدمه للايدي
داية برضه بقدر يستخدمه للوش، بنستخدم البروزين انتنسيف، لو للجسم بناخده لايبوجيل، لايبوجيل ينفع استخدمه للوش كمان، اه ينفع استخدمه للوش ما فيهوش اي مشكله، بس بحط طبقه صغيره ما بحطش طبقه قويه، لان لو حطيت طبقه قويه هتبقى كتير قوي، لانه فيري فيري سترونج ده بتاع الجسم. تمام دكتور، انا شعري في حاجه للتقصف في الشعر، انا شعري مقصف وما بيطولش. طبعا انا عارفه ده مش في التوبيك، لا بس لازم نجاوب على الناس كمان، انا بحب اجاوب على الناس اللي تطلع لايف. بصي الفكره، التقصير مشكله التقصير ان هو نتيجه ان انت ممكن ما بتشربيش ميه كويس، ممكن نتيجه اوريدي ما بتستخدميش حاجات طبيه مناسبه لبشرتك اللي شعرك، ممكن يكون عندك قشره في الشعر، ففي حاجات تغيير فصول اليومين دول ممكن يعمل مشكله في القشره، فدي حاجات كتير قوي ممكن تعمل مشاكل. يعني احنا مثلا لو احنا بنتكلم على التقصيف، نقدر نعالج التقصيف ونقدر نعالج حاجه زي كده، ايه كبسوله صغيره اقدر اقولها، اللي انا اقدر اقول نستخدم، المفروض بستخدم شامبو مرتين بس في الاسبوع لشعري، بغسل شعري مرتين بس في الاسبوع. ما عندنا مثلا جوني كاب ممكن نقدر نستخدمه، وعندنا المين والومن حسب الكيس. انا من الناس اللي بحب دايما ابتدي بالحاجات السترونج، تدي بالمين وبعد كده ممكن احول للومن. عندنا امبولز ممكن تستخدمي، وهما مسهلينها امبوله غامقه او امبوله فاتحه ممكن تقدري تستخدميها. ممكن استخدم اوريدي اللي برضه، وفي مين وومن نقدر نستخدم. انا بقول برضه المين انا موري سترونج، الومن لما الموضوع الحاله بتبدا تستقر. بس هي الفكره انت لازم اشخص، عندنا الانتي داندرف شامبو برضه موجود، عندنا لازم اشخص ايه سبب المشكله. هل مثلا عملتي صبغه وبوظ نتلك شعرك وما استخدمتيش مثلا صبغه طبيه؟ المفروض في عندهم مثلا في يونيكي عندهم لاين الصبغه كلها، شعرهم عندهم لاين كيم. تمام. في اوريدي حاجات انواع شامبو في من اللاين بتاع الصبغه اوريدي موجود للصبغه عشان نحافظ على الصبغه. انت ايه اللي خلى شعرك يقع؟ ايه اللي خلى شعرك يتقصف؟ لازم اشوف ايه الحاله المرضيه وعلى اساسها بختار العلاج. تمام يا دكتور. في كمان هبه، راي حضرتك في الاستخدام الشخصي للديرمارول وكاتبالي 0.3. انا يعني لو انا ما بستخدمش ديرمارول ولا شخصي ولا في عيادتي ولا اي حاجه. ليه؟ لان الديرمارول عمري ما هقدر اظبط ايدي ووشي كله بنفس الكميه بنفس الضغطة. في حتت هتلاقيها تاخد ضغطة اكبر من ضغطة، في حتت هتلاقيها الموضوع ضغطة ايدي اتقل وضغطة ايدي بتخف. دايما الديرما بين از ماتش بيتر. تمام. في برضو سؤال تاني جانا، عملت فرد لشعري وقصف جامد جدا. ما لازم يقصف، ده كويس ان هو قصف بس ما وقعش، يعني اكتر من كده هيقع. لازم هبه، ما ينفعش لما انت بتعملي الفايد ده بيبقى فيه نسبه فورمالين، نسبه الفورمالين بتبدا توقع الشعر وبيحصل مشاكل في الشعر، فهياخد وقت طويل جدا للعلاج، هياخد وقت طويل. ميبي انت تبقي محتاجه ان انت سبورت بجلسات، بس لازم طبعا نشوف الكيس وصلت لغايه ايه، بس ان احنا نرجع زي الاول لا مش بالسهوله كده. يعني طبعا انا عايزه اشكر حضرتك جدا جدا، الاسئله كتيره، ولو اخذنا يمكن يعني مده ايام اكتر عشان نقدر نستفيد جدا من المعلومات القيمه اللي احنا خدناها من حضرتك، مش هيكفينا شهر رمضان كله، بس احنا اكيد لنا لقاء تاني ان شاء الله نكمل بيه الاسئله بتاعت الفولورز، ونكمل بيه كمان التوبكس، نغطي بيها التوبكس الثانيه، نغطي التوبكس ولموا اسئله كتيره جدا ونقعد إيه. احنا عندنا مشاكل للشعر، عندنا مشاكل للبشره الدهنيه، اكيد هيبقى لنا لقاء تاني. دايما بيقولوا دايما دكتور الجلديه لما بيقعد في القعده بيطلع له كل الحاجات عندي، مشكله في وشي بتقع ضوافي بتتقصف مش عارفه عندي تصبغات، ده طبيعي. وانا بحب جدا ان احنا لازم نوعي الناس ونقول لهم ايه الحاجات اللي ينفعوا يستخدموها وايه ما يستخدموهاش، وبالذات لما تكون حاجه طبيه وحاجات كويسه، عشان الحاجات الكوميرشال بقت موجوده كتير، فده ناس بتستخدمها وبتضرهم، بيجوا لنا بعد كده زي ما مثلا قالت لك انا فردت شعري وقصر، هو اكيد قال لها مش هيقصر. فدوت لما الناس بتبدا تبقى فاهمه، واللايفات اللي انتوا بتساعدونا اللي احنا نعملها بنوصلهم لمرحله ان الموضوع بيبقى حلو وبيبقوا فاهمين وبيبقوا بييجوا يتناقشوا معانا الكلاينتس، فساعتها بيبقى اسهل لنا احنا كمان في العلاج. سعداء جدا جدا يا دكتور مي بجد ان احنا كنا مع حضرتك النهارده، افدتينا جدا وافدتي كل الناس اللي كانت معانا النهارده لايف.
ومع بيونيكي او الميك اب طبي في مصر. سعداء جدا ان حضرتك كنتي معانا وشرف لينا. كان معانا دكتور مي سمير اخصائي الجلديه والعلاج الاستشاري. استشاري انا اسفه, استشاري انا اسفه, استشاري الجلديه والعلاج بالي. انا اسفه رمضان بعذر يا رمضان. انا خلاص رمضان ده فاضل لي ساعتين وخلاص اليوم غيرنا. استشاري الجلديه والعلاج بالليزر. كنا سعداء جدا جدا بحضرتك, شرفتينا ولينا اللقاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله جدا اشكرك. اسفه مره ثانيه. لا خالص, شكرا جزيلا. مع ساعات الصيام الطويلة وحرارة الجو بشرتك ممكن تفقد ترطيبها, علشان كده بننصحك تستخدمي هايدرا فاونديشن اللي بيوفر ترطيب لبشرتك 8 ساعات.